السلام عليكم متابعي قناة جرى وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعا بداية أنا اشتقت لكم كثير. طبعا أنا صحيح غبت عن المحطة، بس بتعرفوا أنا في حياتي العملية بكون جدا مشغولة لأني بعلم دروس أساسية بالفن عندي في المعهد، زائد زيارات لجمعيات ولمدارس وإلى آخره. طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن فضفضة، أنا حابة فضفض لكم شوية عن عدة أشياء بنواجهها عادة في حياتنا، وحابب يعني للي عنده سوء فهم فيي أو في المحطة أنا حابب أرد عليكم بشكل عام. طبعا فانز بيسعدني كلكم إنكم تتفاعلوا بالمحطة والضغط على زر الاشتراك، وخلينا ندعم القناة للمئة ألف، لأنه عن جد الواحد والله العظيم بيتعب جدا 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 في المحطة. وأهم شيء أولا وأخيرا هو رأيكم قبل كل شيء. طبعا اليوتيوب هو عبارة عن إضافة جميلة لحياتي أنا شخصيا. أنا في البداية استخدمت اليوتيوب كحفظ لفيديوهات خاصة فيي، بس ما كنت أعتقد أنه في بعض الفانز رح يجوا غريبين، رح يجوا يعجبوا في المحطة ويصيروا يطلبوا طلبات ورسميلنا وساعديننا. طبعا من هاي الناحية أنا اتخذت قناة اليوتيوب وبلشت يعني ألبي طلبات، ومن هيك كبرت المحطة وما شاء الله كل يوم زوار جدد، وميت أهلا وسهلا في الزوار الجدد، نورتوني. طبعا يا أصدقاء أنا حابة أوضح بعض الأشياء فيي أنا شخصيا بالمجال الفني. طبعا في بعض الفانز بيفهموا أني أنا بعلم بالخطوات بمستوى التعليمي فقط. أنا طبعا مستواي الفني بالتعليمي مش هيك، أنا بعلم بشغلات بسيطة، يعني بعلم بخطوات بسيطة مشان الفانز. في بعض الفانز مبتدئين ما بيعرفوا يرسموا بالمرة، بس بحبوا الرسم. مشان هيك في فرق بين ما أنا أعلم بالخطوات بالأخص قدام كاميرا، وفرق شاسع جدا بين ما أنا أرسم رسمة من دون التعليم زي ما أنتوا شايفين في الفيديو. هذا الرسم اللي أنا قاعدة حاليا برسمها في الفيديو هو عملاق إيرن مع العملاق الثاني. طبعا اللي بتابع هجوم العمالقة بيعرف هذا الأنمي أكيد وعارفين الأسماء. طبعا هذا الفيديو اللي أنتوا شايفينه قدامكم استغرق معاي بالضبط حوالي 5 ساعات و8 دقائق و50 ثانية بالضبط. أي رسمة بتشوفوها بحرفية عالية اعرفوا إنه وراها شغل ساعات. حتى الفيديوهات اللي بيرسموها بحرفية في اليوتيوب اللي أنا شخصيا بتابعها بتكون ساعات وساعات، وحتى الفنان وهو يرسم بيطفي الكاميرا وبعدين بيرجع بعدين يكمل، لأنه بالفعل أحيانا بده يقضي أمور وبيقدرش يضل الواحد قاعد 5 ساعات يرسم في رسمة. حتى أنا شخصيا بيكون عندي مسؤوليات، يعني أنا برسم شوية بطفي الكاميرا برجع أكمل بعدين. ما علينا، خلينا ندخل في موضوعنا. طبعا حابة أوضح عدة أشياء بالنسبة للتعليقات اللي بتوصلني على قناة درى وأبدع. طبعا 99% من التعليقات اللي بتوصلني أغلبها دعم، وإحنا استفدنا من محطتك وإحنا تعلمنا منك. يعني هاي التعليقات الصراحة هي سبب استمرارية القناة، هي اللي بترفع يعني الحمد لله رب العالمين إنه تعبي ما بيروح سدى في الفيديوهات اللي بتقعد معاي ساعات في التصوير والمونتاج. ما التصوير بيقعد ساعة والمونتاج بيقعد ساعة، يعني بضيع من وقتي ساعتين وأنا أنتج وأصور، وغير ما ساعد استنى شوية وقت تأنكل الفيديو في الكمبيوتر. يعني عن جد المونتاج جدا صعب، يعني ما تستقله في المونتاج مشان نطلع لكم الصورة بأبهى طلة. طبعا أنا عانيت في الآونة الأخيرة من التعليقات اللي أغلبها بتحكي انه الكاميرا مش واضحة، الكاميرا معتمة، الكاميرا. طبعا انا كاميرتي نوعها كانون دي 80، يعني هي من احدث الكاميرات، انا جبتها وما كنت متعلم لها وما كنت اعرف لها، وجبت اضاءة حتى وصيت اضاءة قوية مشان على القليل افتح الـ الاضاءة. بس اذا فتحتها كثير قلم الرصاص وانا ارسم فيه بيختفي، لاني عادة لما انا بدي ارسم بحب ارسم دائما برصاص خفيف بعدين احدد بالخطوات. بس شو المشكلة انه في بعض الفانز ما بيشوفوا الرصاص بالخفيف، وانا بنصح لجميع الفانز اللي بدهم يرسموا من محطتي يمسكوا شيء كبير، يعني ينكلوا من كمبيوتر او ينكلوا من باد كبير مش من تلفون. طبعا في بعض الفيديوهات عندي يعني مشان اكون صادقة معكم كانت مغبشة، يعني
كان شوية تقنية عندي قبل، مش لأن ما كنت أفهم للكاميرا منيح، بس مع الوقت الحمد لله صرت أفهم لها منيح، وهيني بعمل كل اللي علي، ومش خالصة الصراحة من التعليقات، بس على العموم بعمل كل اللي علي مشان أقوم بتوضيح الكاميرا أكثر وأكثر. هسا احنا حكينا عن التعليقات الإيجابية اللي بتوصلني، وطبعا في هناك بعض التعليقات اللي هي مش نقول سلبية، بيكونوا فاهمين الموضوع غلط. طبعا باعتبار انهم فاعلين خير، طبعا مش علينا يا مندلينا، يعني انا اكيد في يعني هيك احيانا بعض التعليقات بطنشها، وفي بعض التعليقات حابب بس اوضح لهم شغله، وبتمنى انهم يسمعوني يسمعوا رسالتي في هذا الفيديو. لما انتوا تفوتوا على قناتي المتعوب عليها ساعات ومتعوب عليها كتعليم، وفي بعض الفانز بيستفادوا بيرسموا، انا سبق وذكرت لكم انه في يعني 99% من الفانز اغلبهم بيشكروا، والحمد لله رب العالمين بيستفادوا. يعني مش انت تيجي تحكي مثلا تقول انه انت صاير رسمك متراجع وبنصحكم تشتركوا في قناة فلان، وين اخرى بتكتب بالمشكلة بيكتب عندي في التعليقات، يعني انا في التعليق يعني شوف فايت على قناتي قاعد بنصح كفاعل خير للمشتركين انه يروح يشترك في قناة فلان ويروح يشترك في قناة فلان، وعلى اساس انه رسمي صاير متراجع. عفوا حبيبي، انا حابة اوضح لك شغلة انت وياه وانتو اللي بتعلقوا كفاعلين خير، حابة احكي لكم شغلة. طبعا هذا الفيديو اللي علقوا عليه في فيديو عهد اللي انا رسمتها في الفترة، يعني في منهم شاف الشخصية بس ما عرفهاش، يعني ما عرف مين هاي عهد وما عرف، خلص علقوا خلص. حاب احكي لكم شغلة، في فانز، في بعض الفانز الموجودين عندي بالقناة مبتدئين ما بيعرفوا يرسموا وحابين انهم يتعلموا، فانا ببلش معهم خطوات بسيطة وسهلة دون الحرفية، يعني أنا إذا بدي أبلش معهم باحترافية فبدي صعب عليهم الإشي، يمكن يتنرفزوا يكعبوا الورق يبطلوا يرجعوا يرسموا، فمشان هيك أنا دائما ببلش معهم خطوات سهلة وبسيطة. فرجاء تحكموا، يعني أنت مش حكم تتيجي تحكم علي وتحكي لي إنه رسمك متراجع، وإنه الشطارة حبيبي إنك ترسم، مش الشطارة إنك تنتقد، إذا مش عاجبك زبطها أحسن مني، مش تيجي تحكم على، أنا قناتي للتعليم ومش للعرض. ملاحظة، قناة درو أبدع هي قناة للتعليم وليست للعرض. إذا كانت للعرض فأغلبية فيديوهاتي راح تكون فيديوهات مسرعة، مشان أنا أفرجيكم مستواي الأصلي الحقيقي في الرسم وما دون التعليم، مثل هذا الفيديو اللي أنتوا شايفينه قدامكم. طبعا هذا الفيديو برجع أذكركم استغرق معاي وقت حوالي 5 ساعات، 5 ساعات متواصل وأنا أشتغل فيه قدام الكاميرا فقط لا غير. فبعض الفيديوهات المسرعة اللي بتشوفوها بحرفية باليوتيوب بتكون ساعات، يعني ساعات طويلة، فأنا حبيت أني أجرب هذا الشعور. بالفعل والله يا صدقوني يا فانز أنه شعور مجهد جدا 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 جدا، يعني عن جد استغرقت، يعني حطيت روحي فيها هاي الورقة اللي أنا برسم فيها حاليا قدامكم. فمشان هيك هذه كمان رسالة مشان أوجهها لبعض المنتقدين في قناتي اللي بيحكوا اني انا يعني تخافوش على مستواي ذهبي الحمد لله رب العالمين، هاي موهبة من ربنا، بنفس الوقت هاي الموهبة بعطي يعني ربع منها للفانز اللي بدهم يتعلموا بالخطوات. طبعا انا ما بقدر اعلمهم بهاي الحرفية، مشان اذا علمتهم فيها رح يكون جدا صعب عليهم، فمشان هيك دائما ببلش قناتي بخطوات بسيطة وسهلة مشان الفانز يتقبلوها ويستفادوا منها. بس بينما اذا بتقدموا ان شاء الله بنصير نقدم لهم فيديوهات من العيار الثقيل. طبعا كمان حابب اذكر بشغله، طبعا في شخص، هذا الشخص غربي مش عربي ابدا، اسمه درو سيلفا اسم قناته، حابب كثير يعني اقدم له دعم. السبب انه علق في احدى فيديوهاتي على فيديو يوغي، علق عليه كتب لي نايس، والحلو في الموضوع اني فتحت قناته وبالفعل لقيت انه برسم بحرفية عالية جدا، فيديوهات مسرعة، وفقط عنده 502 مشتركين. فبتمنى باسم قناة درو أبدع إن ندعمه كلنا ونوصل قناته، لأنه عن جد يعني شوفوا إنسان بني آدم غربي يا جماعة الخير، غربي يعني
هو غربي، يمكن صيني أو ياباني، بس شوفوا كمية الاحترام اللي قدم لي إياها بالرغم إنه مستوى محترف، ما تكبر، ما شاف حاله. أنا بعشق نوعية الأشخاص اللي زي هيك، اللي ما بيكونوا متكبرين على شغلتهم، ما بيكونوا طبعا أنا بقدم له كل الاحترام والتقدير، وأنا يعني شخصيا باسم قناتي بتمنى إن ندعم محطته. هو بس 502 مشترك فقط عنده، بيرسم مستوى عالي ومشتغل كثير وتعبان كثير على محطته، فمشان هيك بتمنى إن ندعم قناته. فكمان مقارنة بالأشخاص اللي علقوا انتقدوا انتقادات، يعني عن جد خلينا نتعلم من الغرب شوي، رجاء خلينا نرتقي زيهم. فعشان هيك إذا بدكم توصلوا لشيء، دايما ارتقوا بأخلاقكم وما تقارنوا مستويات الناس بمستويات ناس ثانية. ومن ناحية الحرفية، ما حرفية أنا هيني، هذا فيديو إثبات دليل زي ما أنتوا شايفين، مشان بس أوجه إنه رسالة إلهم إنه تخافوش علي، أنا بعرف أرسم، لكن هاي الرسومات، وبرد أرجع أكرر هاي الرسومات يعني صعب جدا إني أعلمها للمبتدئين، لأنها بتستغرق ساعات والتعب وجهد وتعليم. حتى عندي في حصصي في المعهد بتستغرق معي إذا بدي أعلم هيك رسومات 5 أو 6 حصص، يعني إنه الواحد بده يشتغل عليها، بدها شغل. فمشان هيك يا فانز، بتمنى انها رسالتي توصلكم، وبتمنى انه الفيديو ينال اعجابكم، وبتمنى انكم تتفاعلوا على قناة درو وابدع. بتمنى ان نفعلها وخلينا حملة طبعا خلينا نعمل حملة اشتراك لنوصل قناتنا ل100,000. طبعا هذا الفيديو استغرق معي جهد ووقت، وما صدقت وانا اخلص، الحمد لله خلصته. فمشان هيك فانز، ان شاء الله رح نكثف التصويت للانميهات التالية، وكمان لكم عندي بشرة اني رح ادخل مواضيع ثانية غير تعليم الانمي في القناة ان شاء الله. خلينا نبلش نرسم معاكم بمستوى ان شاء الله حرفي اكثر، رسم الشعر والوجوه والبورتيه وغيره. أنا عندي قدرات قوية، بس أنا بحكي لكم ميولي للأنمي أكثر شيء، لأني أنا شخصيا بعشق الأنمي. فمشان هيك افتتحت القناة خاصة للأنمي، لأني أنا بحب الأنمي، وبشعر أنه تقربي للأنمي بسبب هذه القناة أخرى زاد أكثر بكثير. فيا فانز، بتمنى أني أكون تحت حسن ظنكم، وحابة كمان أعطيكم نصيحة لوجه الله، اصحكم إنه تستسلموا بسبب حدا أحكالكم رسوماتكم مش حلوة، ولا حدا أحكالكم بالعكس شو أقولكم، طلعوا عينه، أخذكوا عينه، اوصلوا. المهم الحياة بدها استمرار، اللي بيخيب أمله بيخيب، أنت بتسعد الناس اللي انتقدوا رسوماتك. فمشان هيك أنا يعني لوجه الله تعالى حاب أحكي لكم نصيحة، إنه أي حدا بيجرحكم في رسوماتكم أو أي حدا بيحكي لكم انتقادات سخيفة، استمروا، واصلوا، أخذكوا عينيهم، توصلوا. طبعا هذه أنا مش بعممش للجميع، أنا طبعا بحكي للأشخاص اللي بيبعتوا لي عادة رسالة، بيحكوا لي في شو اسمه صاحباتي بضلين يتمسخرين على رسوماتي، الرسم مش راضي تضبط معي. حاولوا، انا تعرقلت عراقيل ملا، انا شخصيا تعرقلت عراقيل ملاني في الحياه بسبب انه ما كنت احسن الرسم. بالعكس استمروا، اذا تعرقلتوا ارجعوا وقفوا. وهي نصيحتي لكم لوجه الله، وبتمنى انه تستفادوا منها. طيب فانز، ان شاء الله بنلتقي فيكم في فيديوهات اخرى. برد اكرر، اذا عجبتكم قناه درو ابدع لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه لياتيكم كل ما هو جديد. واذا عجبكم هذا الفيديو لرسم ايرن العملاق والعملاق الاخر وهم يتشاجرون وهم يتقاتلون، صراحه عجبتني الصوره وحبيت ارسمها، ما تنسوا التعليق، الاعجاب والتعليق بها، واهم شيء اللايك والضغط على زر الاشتراك في القناه اذا عجبتكم. وخلونا نوصل حملة توصيل القناة ل100,000. يلا مستعجلين، استعجلت صراحة على الدرع الفضي، نفسي أشوفه. يلا خلينا نهديكم إياه، وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي، وسلام.